وكندير وكنحترم اي واحد سواء كان كبير او صغير وكندير له الحساب وما نقدرش ناذيه ابدا حتى لو كان انه اذاني فعلا فما عمرني غادي ناذيه حتى لو كانت توصل انا قصد انها تاذيني فانا عمرني غادي ناذيها عمرني غادي نخرج عندها انني باش ناذيها باش نكونوا واضحين اكيد غيتسائل بزاف منكم شنو اللي بكاني البارح البارح اللي بكاني هو ماشي لان يسرى كتصرف راني عايشه هذا الوضع دابا نتوما ماشي لانها قالت جاني غريب ولا هذا انا عايشه فبالتالي كيفاش غادي يبكيني يعني انها ما كتصرفش معايا وهذا راني عايشه الوضع بالنسبه لي انا رجع امر عادي واخا كان عندي صعوبات ولكن ماشي مشكل انا اللي اختاريت انني نتحمل المسؤوليه ديال هاد الاسره وانني نكون ربت هذه الاسره من بعد سي محمد فكيفاش واحد الحاجه درتها عن اختيار غادي نعاقب عليها الناس من بعد كان اختياري ولا كانت ماشي اختياري ولكن هو كانت تنقل المسؤوليه بطريقه عفويه من سي محمد لي انا اما هو كان عنده بكل بساطه وبكل سهوله انه يقول لها يسرى انت اللي تكلفي بكل شيء ديال الدار انت عندك زمام الامور انت ديري لكن اوتوماتيكمون كان انا اللي التنسيق كان معايا انا اذا اوتوماتيكمون كنتحمل حملني المسؤوليه انا فما غنجيش انا لان يسرى ما بغاتش تصرف فنقول لها لا انت ما بغيتيش تصرفي ونوض نبكي انا في اللايف لا هذا الامر راه واقع وكان عايش وما غاديش يبكيني في اللايف لكن اللي بكاني هو كيفاش انا اللي بكاني ما غاديش نشرح لكم دابا نتاكد باش ما نقولش شي حاجه دائما نقول لكم ما ناديش بنادم بالعمد غادي واحد الامر بغيت نتاكد منه حتى نتلقى بسي محمد ولا حتى يهضر ونتاكد منه عاد نقدر نفسرو هذاك هو اللي بكاني اكثر هذاك هو اللي قصحني فقط ماشي لان يسرى اخترت انها تصرف ولا ما تصرفش شحال غا يسرى شحال غتكلفني مثلا يسرى مثلا شحال غتكلفني ماكلتها راه الناس كيكونوا معانا وكيجيو ضياف وكياكلوا معانا وكيشربوا معانا الله يخلف بدون منينا وبدون اذى فبالاحرى في بنتنا منينا شحال غيكلفنا انها تعيش معانا غيكلفنا والو اذا علاش غادي انا كنطرحي لها في انا طرح معايا كان اقتراح ديال سي محمد قولي له انا طرح معاك فقط وطرحته ليها فقط لكن ما يمكنليش انا نلغي واحد الانسان ولا نكرهها ولا ما عرفتش كيفاش انا جا معانا غير الماديات وانا غادي نكرهو بعضياتنا ولا ندبسو مع بعضياتنا ولا نأذيو بعضياتنا بسبب الفلوس لان غيولي الكلام اللي كنت كنقول لكم دائما مجرد خطاب تسويقي فقط لا كنهضر عن قناعه ما عمر كانت عندي الفلوس عندها الاولويه الاولى والا لكم كنت فعلا عندي الفلوس هي الاولويه الاولى ما كنتش غادي نختار انني نتحمل المسؤوليه وانني نصرف عندي وكنت غادي نقنع سي محمد بانه يحمل المسؤوليه اللي وصلت ديال الاسره ونتسلت انا من المسؤوليه لكن تحملي المسؤوليه الماديه للاسره دليل على اني ما عنديش اي اهداف ماديه مع هذه الاسره وان اخر حاجه كتمني هي الفلوس فقط كما قلت شحال غتكلفني الاسره مثلا شحال غتكلف ما تكلفنيش بزاف عايشه في وسط الاسره من هي فرد من الاسره سواء تمردت سواء كانت خايبه سواء كانت زوينه في كل حالاتها هي فرد من هذه الاسره خصنا نتقبلوها كما هي خصنا نصلحوا فيها اللي خصو يتصلح انا هكا كنشوف المنظور ديالي فقط لكن انني ناديها انني نبعدها ما غنديرش هادشي ما تبقاوش من هادشي غادي تقول انت ماما وانت ليا وانت راكي استقلك انت كلشي هادشي وانني مدلوله وانني بزاف ديال الامور كتهمني بها فخصكم تعرفوا واحد الحاجه من اجل انني ما نبعدش بنتي على باها انا قادره نتحمل مشاكل قد جبال ماشي غير بصف بالدار مشاكل قد جبال غير نضمن ان بنتي تبقى حدا باها ان بنتي تعيش ما بين باها وامها وتعيش واحد الاسره سليمه نتحمل من اجلها جبال ديال المشاكل ماشي غير بصف الدار كونوا اكيدين وغندير المستحيل باش اسرتي تبقى مجموعه من اجل ذاك البنت من اجل ذاك البنت لان هذه مسؤوليتي انا كل ام مسؤوله على السلامه النفسيه والجسديه لبنتها ولولدها ومسؤوله على اي بعد وقع ما بين الاب والام لان الام قادره انها تتحمل وقادره انها تصبر على بزاف ديال المشاكل على بزاف ديال الحوايج لكن هدفها اللي نصب عينيها ان ولادها يبقى وحده بهم حتى لو كان هو زايغ حتى لو كان هو ولد الحرام حتى لو كان ما عرفت شنو هو لكن خص يكون عندهم العقل وثباتها اللي تخلي الاسره مجموعه من اجل هذوك الاولاد باش النهار اللي يكبروا غادي يكبروا في اسره سليمه غتقول لي مشاكل اي اسره عندها مشاكل تربي ديك الدراري كيفاش انهم يتحملوا المشاكل كيفاش يكون عندهم صبر كيفاش يكون عندهم حلول المثاليه لديك المشاكل لكن انا كنقول لكم بصريح العباره ما مستعداش انني نحرم بنتي من باها دابا في السجن ولكن غادي يجي واحد الوقت وغادي يخرج وغادي يكون مع بنته خصوصا انه كيبغي بنته فكيفاش غادي نحرمها مازال الا كانت كبيره وصلت لواحد السن مثلا 18 عام واختارت وقالت لي ماما صافي بارك علينا من بابا نمشيو بحالنا غنقول لها اللي بغيتي هو هذاك لكن دابا باش نتحكم انا انني نحرمها من باها غادي نتحمل كل شيء فوق ما يتصور بالكم وفوق ما يتصور خاطركم من المشاكل غادي نتحملهم من اجل زنوبه من اجل زنوبه نشوف الضحكه وهي كتعنق باها ونشوف اللعب ديالها مع باها ونشوفها كتستقبل باها وهو داخل فكيهزها من اجل هاد اللحظات باش نحققهم لبنتي فانا كنلغي حياتي كنلغي سعادتي وكنلغي انانيتي وكنلغي تفكيري في نفسي نصرف نصرف ندمر ونخدم باش نصرف على هاد الاسره ما نقدرش نجزئها نعزل كل واحد لا داكشي كيجي مع الوقت اليسرى ما نقدرش نحيدها ونقول لها انت عندك الفلوس لا خرجي ما تاكليش معانا ولا ما تعيشيش معانا لا ابدا النهار اللي غتكون قادره انا بناتي غايخرجوش من دارهم تيخرجوا مزوجين ديورهم ما غنسمحش انا لبنتي تمشي تعيش بوحدها قهرا قهرتها بسبب بسيط انني انا ما اخترت انها ما تصرفش معايا يمكن انا كنت ضحيه ماشي ليها هي ضحيه الوقت والزمان لان هي عطات وعطات 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 لباها وجيت انا في التالي لواحد الوقت لقيتها انا ما قادراش نزيد تعطي وصلت لواحد المرحله بالنضج مثلا او وصلت لواحد المرحله صافي نضجت انها
تفكر في مستقبلها. نجي انا نصدمها، نجي انا ندير معها خلاف، نجي انا ندير معها مشكله. علاش؟ شحال كتكلف هي مثلا؟ نفرض اننا سحبناها من العائله، قلنا لها ما تعيشيش، شحال غتكلفني كاع؟ شحال غينقص ما ينقص والو. ما عمري غادي يكون مشكلتي انا في اسرتي بسبب المشاكل، او بالاحرى بالتعبير الصحيح ما عمري يجي المشكل في الاسره من عند لبنى. ما عمري غادي يكون، وخصوصا اذا كان المشكل ديال الفلوس. الا جينا نحلو الله يبتلي الاسره غادي نلقاو هو كان عفوي، داكشي اللي في قلبها قالته. ماقدرش نلوم واحد الانسان على عفويته لانه ما نافقش وقال داكشي اللي حس به. على الاقل باش نعرفو مكامل الخطا فين كاين، وكيفاش كتفكر هاد البنت باش نسمحو ما يمكن اصلاحه. واخا الا فكرتو في واحد التمعن ودرستو داك اللايف غتلقاو بانه في صالحي، وانني كنشكرها من هاد المنبر كنقول لها شكرا بنتي، شكرا جزيلا. انت خويتي قلبك وقلتي اللي عندك بكل عفويه وما نافقتيش، واخا الهضره تكون قاصحه بالنسبه لي ماشي قاصحه، لان هذا واقع كنعيشو، ماشي اول مره غادي نسمعو في اللايف. لكن درتي واحد الانجاز كبير وخدمتي واحد الخدمه كبيره، غادي نبقى ممتنه لك طول العمر بها. ما تبانش النتيجه ديالها دابا، من بعد غادي نحتاجها. اللايف اللي خرجت به يسرى كان في صالحي 100% بقدر ما اكثر ما كان ضدي. يسرى برأتني من التجارة في البشر اللي تقدرت تدارت بيها شكاية بها، أنني كان تاجر في البنات وأنني كان خدم بهم وكان أخذ الفلوس ديالهم ولا كان أخذ الفلوس عليهم. برأتني كل الوراء لأنها قالت بأن فلوسي كنت كنعطيهم لبا بإرادتي، ولأنها قالت بأن لبنى هي اللي كتصرف علينا، وأن فلوسي غادي نجمعهم وندير بهم مستقبلي، وأنها كتخدم وكتدمر باش توفرنا واحد العيشة محترمة ما نحتاجو فيها حتى لحاجة. هاد العبارات كانت بريئة منها وكانت عفوية وكانت واقعية، لكنها في الطيات ديالها سك البراءة ديالي من تهمة التجارة في البشر، وأنني كناخد فلوسهم وأنني كنتاجر فيهم. وهادشي عمرو ما كان، عمرو ما كان وما عمرو غادي يكون. هادوك بناتنا خصنا حنا نزيدوهم. ما عمر كان عندي ديك التفكير، ولكم لاحظتوها في الهضرة ديالي، أنني نقول أنت منين غتكبر غتصرف عليا، أنت منين غتكبر غدير لي. ما عمرني فكرت بهذا المنطق، ما عمرني غادي نفكر أنا يا ريت تكون من الأسرة شي حاجة كبيرة، وتكون مشروعها وبدارها وطوموبيلتها وبأسرتها ومواكبها، مواكبها في حياتها الأسرية وها اللي يصلح وها اللي ما يصلحش، وتكون ناجحة. هادشي اللي كنتمنى، كنتمنى لا تعطيني ولا تصرف عليا ولا حتى حاجة، حيت غادي تكون مزيانة. وكيفاش ما جات عند الدار تزورني ودير صلاة رحم ونلقاها سعيدة وتقول لي أنا مزيانة، أنا عايشة مزيانة الحمد لله، هذاك هو الخلاص فقط. اللايف ديالي صابر راني أيضا من تهمة أنني شد عليهم شي حاجة، وأنني كما هزو داك الفيديو ديالي اللي قلت بأنني اكتشفت بأن يسرى أباها ما كيعرفوش كيفاش يربوا الدراري وما عندهمش تجربة مع الدراري، لأنني شفت كيفاش تصرفوا وكيفاش كانت ردة الفعل ديالهم داك النهار اللي تسالى الحليب أول مرة لزنوبة في الليل، ما عرفوش كيفاش يتصرفوا، تخلعوا هزوها على أساس باش يقطعوا وداروا له مونتاج وداروا باش يكون دليل في زين المحارم. اللي كنقول لكم غادي يستدعيني القاضي وغادي نضرب لكم كلشي في الصيغة، أنا كنستنى هذه اللحظة بفارغ الصبر. ما علينا، هذا اللايف ديالي وصاب رأني من أنني شد عليهم شي حاجة وأنني لاوية لهم دراعهم وأنني كنبتزهم وكناخذ فلوسهم لأنني شايفة شي حاجة. اللايف ديالي وصاب رأني من كلشي، رأني من جميع التهم اللي وجهتها لي أمها. سبحان الله سبحان الله، اللي مع الله ما عمرو يخيب. إني ينصركم الله فلا غالب لكم، حتى في الحاجات اللي في الظاهر اللي كتبان ضدك لبنى هي لصالحك وكتخدمك، لأنك بكل بساطة إنسان عفوية ونية، ودرتي نية الزواج وحكم حدود الله في زواجك، فحاش أنه ربي غادي يخيبك ولا أنه غادي يسمح شي واحد يضرك كيف ما كان نوع. أي حاجة كتولي لصالحي بقدرة الله. ردة فعلي كنكرر لكم، ردة فعلي وبكائي كان واحد الحاجة اللي ما بغيتش نهضر فيها دابا حتى نتأكد منها نسي محمد، فقط اللي ضرتني في خاطري، لكنني أنا متأكدة من الجواب أنه ماشي هو هذاك الجواب، كاين شي سوء فهم، ولكن غادي نتأكد من سي محمد وديك الساعة غادي نخبركم به فقط. المهم كنظن هذا الشيء شرحت الشرح الوافي والكافي على الخرجة ديالي البارح. تهلاو في راسكم، كنقول لكم بزاف شكرا لكل من دعمني، شكرا جزيلا لكل واحد بكى من أجلي، شكرا لكل واحد قلبوا معايا، كنشكركم جزيل الشكر. ماشي كنقول لكم راكم غالطين أو أنني خيبت هذه الخرجة ديالي، خيبت صدركم ولا خيبت أملكم، لكن أنا أتشبث بأسرتي، أنا أتشبث بأسرتي مهما كان الثمن، حتى لو كان الثمن غالي، حتى لو كان على حسب سعادتي، حتى لو كنت مدمرة، حتى لو كنت مدلولة لسبب بسيط، من أجل زنوبة، ماشي من أجلي ولا من أجل شي واحد آخر، من أجل أن زنوبة تعيش ما بين باهم فقط. كنظن أخوتي على أن هذا الكلام هذا وهذا الفيديو كفى ووفى. خلاصة القول مجموعة في هذا الفيديو هذا، خلاصة الكلام وعصارة الكلام مجموعة في هذا الفيديو هذا، كاينه ولا ما كايناش أخوتي؟ وكيف ما يسرى خرجات وقدمات البراءة لمرتبها بلا ما تحس، فراها خرجات وقدمات تفريغات اللي مهمة للأم ديالها على طبقين من ذهب باش تغرق بكريشة. لأن أخوتي إحنا كيف ما شهدنا في اليوتيوب ومن نهار بدينا وحلينا عينينا في اليوتيوب من نهار أخوتي بدينا وإحنا كنشوفوا بأن البير ديال الأموال ديال اليوتيوب هو بكريشة، هو بكريشة
هو اللي كان كيدفق عنده الادسنس ديال كل جميع القنوات اللي كانوا عنده في الدار. هو بوكريشة وتصريحات كاينه الغرق منها ديال سعاد اللي كتاكد هذا الامر وبفمها وبلا بلا بلا كيف ما كيقولوا بلا مخزن بلا مقدم بلا عصاب بلا زرواطه كتاكد هذا الشيء بالفم ديالها ولله الحمد. كيقول لك سبحان الله زعما كيف ما قلت لكم كيف ما خرجات يسرى كتاكد على ان لبنى قاده تصرف من ديك الخدمه اللي كتخدم هي وبين فلوسها مابقاش غتعطيها وعطات لباها ما يكفي فكيف ما اعترفات هذيك الاعترافات هذيك زادت اكداتهم فهاد الخرجات الاخرين اللي كانت كتقصد فيهم لبنى ولكن هي كتزيد تغرق بواها وهما منهم لباهم يصطفلوا يدبروا راسهم. ولكن هاد زوجة الاب هادي كيف ما بغى يكون الحال اخوتي راه ما دايره شي معصيه البارح سمعت في اللايف ديال يسرى على انها علاش تصبر على هذا الشيء. زعما ملي كانت لبنى قالت بان كانت كتدخل الطواليت تسد عليها تبقى تبكي على الفقصه اللي كيفقصوها وعلى انهم دايرين فيها باترونات ما يخدموا ما يغسلوا ما يقربوا ما يشقاو والسيده جايبينها خدامه كتدخل الطواليت تبرد على قلبها تبكي وتخرج. قلت لك علاش زعما شكون اللي خلى علاش تصبر على هذا الشيء كاع زعما تمشي تطلق وتمشي ياك وعلاش اختي انت صابره على هذا زيزو ولا زوزو ولا علاش اختي انتي صابره عليه علاش اختي انتي متحمله هاد الدل وهاد الاهانات كيضربك كيعايرك كيعايرك بالماضي ديالك ما كيخلي ما يقول لك وانتي علاش اختي صابره انتي على هاد الشيء كاع علاش اختي صابره على هاد الشيء كاع يلاه علاش انتي تصبري صبري عليه هو كيعايرك قلتي كيدكك بالكلام مسموم كيعطيك المعايير ديال العيالات كيضرب لك قال لك كلمه شنو هي ضربه بدمها ولا كلمه بسمها ولكن هي لبنى لا لبنى ما من حقاش خصها صافي ما عجبهاش الحال خصكم نتوما جبتوها طلعوا بها شويه الادسنس صافي خصها تطلق وتمشي لراسها تطلق راسها وتمشي في حال سبيلها باش تجيبوا مرا جديده كان محرشكم عليها بكريشة تعطيوها الدق قال لكم خليوها تدمر وتحوفر تحطوش معاها يديكم في الماء ولا كيفاش. ايوا اخوتي شنقول لكم زعما الحاصل وما فيه اخوتي اللايف اللي كانت دارت سعاد كتقول فيه بان انت لبنى اللي عايراتك وسباتك وشوهاتك والله الا خوتي الا بعض المره كنقول انا واش هاد الناس طبيعيين واش فاقدين الاهليه ولا فاقدين الذاكره ولا ما عرفتش ولا والله ما عرفت ولا عندهم ذاكره النمل. انا بعدا ما كنفهم والو قالت لك لبنى اللي شوهاتك وفضحاتك وعيراتك قالت لك كتلوحي صدرك على وانت راه قلتي كيحيد ليها سروالها والله الا خوتي الا خرجونا للطريق هاد الناس هادو خرجونا خوتي للطريق والله العظيم. قالت لك لبنى اللي شوهاتها وفضحاتها وقالت ليها كتلوحي صدرك على باك في الحبس هذاك الكلام كامل كيعني لانها قليله الحياء اما انتي راه كتعني قليله الشرف قليله الاخلاق. بانوراما كانت كتقول عليها بان عندها حب جنسي لباها وكتمارس معاه بكل حب وباغا داكشي وكتسجل انتي بفيديو ديالها وكتبارطاجيه ليها عندك في المنتدى بكل بساطه. هذيك كتبقى زوجة الاب تعيرات معاها تشوهات معاها شوهاتها ضربت في عراضها ضربت في شرفها بنتك ما قصراتش بنتك راها فران وقاده بحومه. ودابا المشكل والمصيبه الاعظم هو انت ما اش درتي فيها انت اللي كتقولي انت اولى انها تسمح ليك وهذا الكلام هو اللي لاحظته هو اللي كترددوا البنت هو اللي كترددوا يسرى. وهذا الشيء جاي منين من الخاله اللي مصيفطها الام كترطب وتفرش وتبوس الرجلين البنت باش تسامح لما شغلكم هذاك اصطفلوا مع بعضكم تسمح ليك تسمح ليها تصالحوا ما تصالحوش دبروا راسكم ولكن شوهتكم وفضيحتكم راها في اليوتيوب
راها في اليوتيوب كاينه وموجوده، نحضروا لكم اي حاجه بغيتوها. اللي كتقول لك انا اولى على انها تسامح تصالح معايا على مرت باها، منين جاتك؟ منين جاتك ضره ضره من داكشي اللي درتي فيها؟ ما درتو فيها مرت باها اللي كتبقى غير برانيه، وهما جابوها باش يخدموا بها ويطلعوا بها الادسنس وتفلاو عليها ويديروها خدامه كيف ما كنتي كتقولي انت يا سعاد، خدامه، جابوك خدامه يخدموا بك في اليوتيوب وتخدمي على ولادي في الدار، وجابوك خدامه بفمك كتقوليها، وجابوها خدامه بالفعل، وبناتك داروا عليها باطرونات وداروها خدامه ديالهم وما كيهزوش الكاس. هادشي يا خوتي كامل، هادشي كامل. وقالت لك لا خصها، انا اولى على انها تسمح ليا، انا اولى على انها تسمح ليا. هي الوقت اللي كانت كتشهد في المحكمه على ان الاب بريء، بريء من هاد الاتهامات كاملين، وكتبر وكتشيل المحاكم وكتجري وتجاري وكتخلص المحامي اللي كيدافع عليه وعلى هاد بنته من جيبها، من مالها الخاص اللي كتخدم به في اليوتيوب، من مالها الخاص كتخلصهم، كتخلص القضيه ديال زينة المحارم باش تبرأك انت يا يسرى اللي امك باعت اللي موراها واللي قدامها، باش تخلص المحاميين اللي غرقوك واللي تبتوا على انك كتمارسي الفاحشه وزينة المحارم مع باك وبحب جنسي، يعني ماشي اختص بك لانك طفله، لا بحب جنسي بكامل ارادتك وقواك العقليه. هنا خوتي كتشوفوا واحد التناقض كبير اللي بعدا كيف ما قلت لكم انا راه ما كنعرفش واش لافوت فينا ولا فيهم، اللي بغاو يطبعونا مع هاد زين المحارم كان شيئا لم يكن، وبحال والو اخوتي تصالح البنت مع امها ويتنازلوا على بعضياتهم الشكايات، خرج مو بكريشه من الحمص ويديروا شي رجوع وشي عرس وشي حفله وشي مطرقه وصافي، وتجمع الاسره السعيده كان شيء لم يكن. توقعوا اي حاجه خوتي، توقعوا هذا العالم، هذا العالم راه باغي يدخل لينا شي، باغي يدخل لينا شي حوايج اللي ما عرفتش، اللي ضد العقل ديالنا وضد هذيك القيم اللي كبرنا عليها واللي طبعنا عليها من صغرنا، باغين يبدلوها لينا هاد الناس. هادشي اللي كيبان ليا انايا. المهم اخوتي كيف ما قلت لكم المختصر المفيد راه قالته لبنى كامل في الفيديو ديالها، داكشي علاش تعمدت نحط لكم انا الفيديو، فقط بغيت نزيد معكم هاد الكماله ديال الفيديو غير حبا حيت كنحماق عليكم والله العظيم، وكنتمتع وانا كنقرا لي كومونتيرات ديالكم وكنجاوب معاكم. كنقول لكم الى كملتوا الفيديو حتى لهنايا ما تنساوناش من جيم، واللي ما مشتركش يدير ابوني، وتهلاو ليا فراسكم اخوتي وصباحكم مبروك، وان شاء الله اخوتي ما يكون غير اللي فيها الخير. كيف ما كنقول لكم على نياتكم ترزقون، الا كانت النيه ديال لبنى صافيه كيف ما بدات بها كيف ما كتهضر في هذا الفيديو هذا، لان بالفعل هنا كانت خرجت ضد المنصه ديال العقيصات اللي كانوا كيقولوا لها جري عليهم خرجيهم لوحي لهم حوايجهم، فهمتوا؟ ما كانوا كيشيروا على البنت، كانوا كيشيروا على البنت، وهنا خرجت ضدهم لبنى. بالله عليكم واش شي وحده اللي باغا هذاك الشيء وهي اللي كتحرش المنصه، هي اللي كتحرش المنصه غتخرج ضدهم هاد الخارجه بحال ما هكا؟ ياك اخوتي غنخليها لكم هذه بين قوسين، ايوا ولكم واسع النظر. تهلاو ليا فراسكم اخوتي ودوزوا بخير.